للحديث عن تطور الأوضاع الميدانية في السودان وتأثيرها على الحالة الإنسانية في البلاد ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي السيد حسن إسماعيل. مرحبا بك معنا. مرحبا وعليكم السلام. بحسب قيادة الجيش السوداني، قوات الدعم السريع بدأت باستخدام الطائرات المسيرة في مهاجمة الجيش. كيف يبدو هذا التحول بالنسبة لك؟ في الحقيقة هذا يعني التحول كان متوقعا، أن تقوم الجهات التي ترعى قوى التمرد بمحاولة استنصاره ومحاولة استنقاذه ومحاولة مد طوق النجاة له بمده بمثل هذه الأسلحة. يعني دعني أذكر لك أن هذه الطائرات المسيرة تم توفيرها لقوى التمرد بعد اندلاع الانقلاب، بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل، ودخلت عبر الحدود الشرقية للسودان. وقوى الاستخبارات العسكرية منذ أيام تضبط باستمرار مثل هذا العمل التخريبي ومحاولة ومد هذه القوات بالأسلحة المختلفة. وهذا طبعا يطعن في جدية الكثير جدا من أعضاء النادي الدولي الذين يتحدثون عن إنهاء الحرب في السودان، وهم يوفرون لها حطب الحريق ويوفرون لها الظروف وحيثيات الاشتعال. نعم. طيب، هذه القوات تقول أنها حصلت على الطائرات من مخازن للجيش، وأنت تقول عكس ذلك، يعني كيف يمكن استيضاح هذا؟ يعني هذه القوة طبعا تغرق في الأكاذيب حتى أذنيها. يعني معروفة نوعية الطائرات الموجودة لدى الجيش السوداني، ومعروف أن الجيش السوداني لم يستخدم حتى الآن هذا النوع من الطائرات. الجيش السوداني يستخدم طائرات حربية مختلفة تماما عن هذه الطائرات، وهو يستخدم 5% من قوة الطيران الحربي. هذه الطائرات مسيرة ماركة صينية، كانت قد باعتها الصين لبعض دول الخليج منذ سنوات ولم يتم استخدامها نسبة لرداءة النوعية بتاعتها، وتم ترحيلها إلى هؤلاء المتمردين في السودان، هؤلاء المتمردون في السودان. نعم. طيب، بحسب الأمم المتحدة قتل أكثر من 100 شخص خلال الاشتباكات العنيفة شمال دارفور في الأيام الماضية، لماذا ارتفعت وتيرة المعارك هناك بهذا الشكل؟ في الحقيقة هنالك هدفين للتمرد في منطقة دارفور، وتحديدا في منطقة غرب دارفور، منطقة الجنينة. قبل يومين سقطت بانجي عاصمة أفريقيا الوسطى، وبانجي كانت عاصمة مهمة جدا للدعم السريع باعتبار أنه تتواجد فيها قوى فاغنر الروسية التي تخطط عسكريا لقوى التمرد، وبالتالي أراد التمرد أن يعوض سقوط بانجي في أفريقيا الوسطى بالسيطرة الكاملة على الجنينة، باعتبار انه جنينه وبانجي هي احدى الممرات للرتال المرتزقه الذين ياتون من افريقيا الوسطى وياتون الى الحرب في الخرطوم من غرب افريقيا عبر الجنينه، وبالتالي ازدادت وتيره القتال في تلك المنطقه. هذا جانب. الجانب الثاني، تحاول قوى التمرد ان تجهز وتهيئ لها مفرا في دارفور عندما تخسر الحرب في الخرطوم، وبعد ان تم التضييق عليها عسكريا في الخرطوم تحاول ان تبحث عن مخبأ آمن في منطقة الجنينة، حيث تظن أن الحاضنة الاجتماعية أو الامتداد الاجتماعي لقوة التمرد الذي يمتد من غرب أفريقيا إلى حدود الجنينة يجب أن يكون هو المكان الآمن الذي يهرب إليه قادة التمرد. نعم. كيف أثر الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع على أحوال المدنيين بصفة عامة؟ الجيش السوداني هذا جيش نظامي، جيش وطني، محكوم بقانون، محكوم بدستور، محكوم بأعراف، عمره في الدولة السودانية أكثر من 100 عام، مهمته الأساسية هي حماية المدنيين. بالتالي الوضع مختلف تماما. هذه قوة بربرية متمردة، يعني نهبت منازل المواطنين وسلبت أموالهم وحرقت البنوك وحرقت الأسواق وحرقت المتاجر، حتى الجامعات السودانية قامت بحرقها وقامت بحرق المكتبات في هذه الجامعات. إذا لا علاقة بين الدورين. الجيش السوداني هو الآن مطالب من قبل قطاعات الشعب السوداني بحماية المدنيين وبدحر هذا التمرد. أما قوى التمرد فهي ولغت في دماء الناس وولغت في أعراض الناس وسلبت الكثير جدا من ممتلكاتهم وأموالهم. هذه قوى متمردة دخيلة وغريبة
على شعب السودان. المنظمة الدولية للهجرة تقول أن عدد النازحين بسبب هذه الاشتباكات وصل إلى 2.2 مليون. هل ترى أن المجتمع الدولي يطلع بالمهام الأساسية الخاصة به كما حصل في أزمات أخرى في العالم كان له دور كبير جداً؟ وفي الحقيقة حتى الآن لا يوجد معسكر بالمفهوم التقليدي للمعسكرات النزوح. صحيح هناك أعداد كبيرة جدا اتجهت نحو مصر، ولكن هؤلاء لم يذهبوا كنازحين، يعني هؤلاء ذهبوا بأموالهم بتأشيرات رسمية وهكذا. صحيح الحركة من الخرطوم إلى دول الجوار سواء كانت مصر أو إثيوبيا أو جنوب السودان كبيرة، ولكن كل هؤلاء لم يذهبوا كنازحين، يعني ذهبوا واستأجروا منازل واستأجروا الأماكن التي يضعون فيها أسرهم إلى أن تنجلي هذه الحرب. أنا أظن أن أحيانا هذه المنظمات تضخم مثل هذه الأرقام جلبا واستحلابا للتمويل، ولكن حتى الآن لا يوجد لا في أثيوبيا ولا في أريتريا ولا في مصر يوجد معسكر للنازحين السودانيين. طيب عملية الاغتيال التي حصلت في دارفور لخميس عبد الله أبكر وتداعياتها على المستوى الميداني كيف يمكن أن تؤثر؟ هل يمكن أن تبدأ هذه الأطراف باغتيالات متبادلة مثلا؟ لا، هذه الحماقة التي ارتكبتها قوى التمرد ستجر أقدام الحركات المسلحة التي إلى يوم أمس كانت تتخذ موقفا ربما مراقبا او قل محايدا في هذا الصراع. يعني انا اتحدث عن حركات دارفور، الحركات المسلحه التي وقعت سلام دارفور وظلت محتفظه بقواتها في دارفور واليها ينتسب بعض ولاه ولايات دارفور. بهذه الحماقه التي ارتكبتها قوى التمرد مش تتحول العمليه الى عمليه اغتيالات، ولكن ستضطر هذه الحركات المسلحه وعلى راسها حركه العدل والمساواه وعلى راسها ربما حتى حركه عبد الواحد محمد نور، حركه تحرير السودان و حركة مني أركم الناوي تحرير السودان، أيضا ستدخل الحرب لكي تقوم بحماية أهلها ومواطنيها في تلك المدن. نعم، أشكرك جزيلا الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول سيد حسن إسماعيل.